يقول السائل: ما حكم من يقول إن الله موجود بلا مكان، وهو قول لبعض الصوفية، هل يؤدي هذا إلى الحلول؟ هذا جحود للعلو، هذا يجحد العلو. الله فوق السماوات، فوق العرش، كما أخبر عن نفسه، الله أخبر أنه في العلو، فلا بد من اعتقاد هذا. فمن جحد هذا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل. اللي يقول أنه في كل مكان، أنه حال في كل مكان، ليس له مكان، هذا قول على الله بغير علم. نعم.